الجزائر أنوان نشرة الأخبار. وفي مستهلها الوزير الأول نذير العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة. انطلاق فعاليات اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي. تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بولاية سيدي بلعباس. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 26,900 شهيد. تربص مدربي كرة القدم بولاية يرت. دار والثقافة شاهد قنفود الحملاوي تنظم معرضا للفنية التشكيلية. أمسية شعرية بفضاء سويقة بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة. أهلا بكم في نشرتي الأخبار. في المستهل ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب التسيير العقلاني للموارد المائية وشروط النظافة وحسن سير مختلف المرافق والخدمات العمومية. أشرف والي ولاية شلف بقاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي على اليوم الدراسي الوطني حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي. التغطية لمختار بن علي. يوم دراسي اللي نظمته مديرية التكوين المهني والمهن، اتفاقية شراكة من أجل تكوين أعضاء وتكوين متمرسين في الدراسي. هذا خصيصا لي يعني ربط العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع التكوين المهني. كما لا يخفى للجميع أن قطاع التكوين المهني له شريك اقتصادي فعال هو متمثل في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية. هذا اليوم الدراسي حول تطوير العلاقة مع الشريك الاقتصادي خاصة في نمط التكوين عن طريق التمهين، هذا النمط الذي يستفيد منه كل الأطراف، أبنائنا الذين يتكونون وكذلك المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير يد عاملة تكوين يد عاملة مؤهل. أحضر هذا اليوم الدراسي اللي هو بطبيعة الحال بعنوان العلاقة بين التكوين المهني والتمهين والشريك الاقتصادي. وبطبيعة الحال احنا كمجلس رافقنا هذا التحضير لهذا اليوم اللي كلل بإمضاء 10 اتفاقيات. انطلقت فعاليات اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي بحضور السلطات المحلية والعسكرية. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير سالم بن زيتون. الهدف الأول اللي هو توطيد العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل المتمهن أو الشاب بصفة عامة، من أجل تكوين نوعي، تكوين في المؤسسات الاقتصادية، تكوين عمال المؤسسات الاقتصادية، والتكوين لازم يكون عنده مستوى نوعي بإذن الله. اليوم كما حضرتوا معنا رانا سنينا عدة اتفاقيات، والهدف تاعها هو من أجل تنصيب أكبر عدد ممكن من المتمهنين على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وكذا تكوين عمال هذه المؤسسات من الناحية المهنية. ووجود الجامعة من ضمن هذا في هذا الحفل هو تدعيم باش ندعموا ونرافقوا هذا المديرية التكوين. احنا اليوم موجودين هنا باش لتضافر الجهود باش نوفروا كل احتياجات عالم الشغل بصفة عامة. العلاقة بين قطاع التكوين المهني والشريك الاقتصادي محور يوم دراسي بمقر المجلس الشعبي الولائي بولاية المسيلة تحت شعار آفاق واعدة، التكوين المهني والشريك الاقتصادي. التغطية للعويجي جلول. تحت رعاية سامية للسيد وزير التكوين والتعليم المهنيين وإشراف سيد والي الولاية، هذا اليوم الدراسي اللي جاء من أجل إعطاء دفع جديد لنمط التكوين عن طريق التمهين، وإعطاء كذلك دفع للشراكة مع الشريك الاقتصادي. يأتي هذا اليوم الدراسي تحت شعار قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي آفاق واعدة. كانت عدة تدخلات، أولا تدخل لشخصي من خلال إعطاء كل القدرات التكوينية بالنسبة للولاية وكل الوسائل المادية والبشرية المتاحة بالنسبة للولاية.
البداية وعطينا تقريبا تشخيص بالنسبة للقطاع، وعطينا كذلك الآفاق المستقبلية لقطاع التكوين التعليم المهنيين من ناحية البرامج، من ناحية المنهج، وكذلك من ناحية المؤسسات التكوينية، بحيث حاليا تقريبا التوجه تاع القطاع أصبح يعني أكثر توسع على مستوى الولاية. كانت عدة تدخلات لعدة أطراف، منها مدراء الهيئة التنفيذية فيما يخص قطاع الصناعة وقطاع الفلاحة وكذلك قطاع التشغيل، وكذلك فيه تدخل بعض المؤسسات الاقتصادية الرائدة. خرجنا بعدة مخرجات وعدة توصيات لتم قراءتها، جاءت انطلاقا إلى مناقشات تمت في القاعة وين أعطينا بعض الحلول. قبلنا بعد التوصيات من عدة شركاء نتاعنا، اجتماعيين اقتصاديين إلى آخره. في خبر آخر، قامت مصالح الدرك الوطني بسيدي بالعباس من تفكيك شبكة إجرامية تتراوح عمرهم بين 21 و40 سنة. تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية هاشمي الحسن. في إطار محاربة الإجرام بشتى أنواعه لا سيما المتعلق بحماية الأملاك العامة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 55 سنة، من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض سرقة الكوابل النحاسية مع توافر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة مع التخريب العمدي لأملاك عمومية. العملية جاءت إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالطابية، وبعد استغلالها ووضع خطة محكمة مكنت من توقيف سيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 16 الرابط بين بلديتي الطابية وبن باديس، على متنها 3 أشخاص يقومون بشحن كوابل نحاسية سرقت من الأعمدة الكهربائية بصدد وضعها بالصندوق الخلفي، وبالرغم من محاولة فرارهم تمكنوا من إيقاف المشتبه فيه. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية، العملية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص وحجز 50 كيلوغرام من الكوابل النحاسية تابعة للشركة الوطنية سونالغاز، وحجز مقص كان يستعمل في تنفيذ عملية السرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس. وبذات الولاية، الشرطة القضائية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات تنشط عبر الحدود الغربية للوطن. هاشمي الحسن مجددا. في عملية نوعية تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بالعباس من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات تنشط عبر الحدود الغربية للوطن. العملية أسفرت عن توقيف شخص في العقد الخامس من العمر وحجز 33 كيلوغرام من المخدرات الكيف المعالج سلاح ناري من الصنف الخامس، بالإضافة إلى 3 خراطيش ذخيرة حية ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 1150 دولار أمريكي، ناهيك عن شريحة خلوية لمتعامل الهاتف النقال لدولة المغرب. بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق تحت إشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بالعباس، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. دوليا، أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26,900 شهيد و 65,949 مصابا. وحسب ما وردته وكالة الأنباء وفى بأن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. في الخبر الرياضي، أجرى مدربي كرة القدم بتيرت تربصا بالتنسيق مع رابطة تيرت لكرة القدم. التغطية لبصغير محمد علي. اليوم رانا في حصة تطبيقية، عندنا الحجم الساعي لهذا التكوين هو 30 ساعة تتخلوا فترات أو حجم ساعي للجانب النظري وحجم ساعي للجانب التطبيقي. الحمد لله الرابطة حاولت بها توفر جميع الظروف الملائمة لأجل إجراء هذا التربص والاستفادة من العمل المنجز. اليوم رانا في تربص الكاف في تيرت مع أحمد قائد أحمد في تيرت. بالنسبة لهذا التربص رفيت في مرحلة وفي ظروف جيدة، خاصة مع الميزان السكيورتي تاعنا وين تعطونا معلومات اللي استفدنا منهم، والحمد لله رفيت في ظروف جيدة حسنة من حيث الإقامة، من حيث التربص، من حيث المعلومات اللي مدوهم لنا الشيوخة.
الحمد لله راه فايت في ظروف جيده. يعني الاختصاص تاع كره القدم جا منذ الصغر. انا لاعب سابق في صفوف شبيبه ديرت في الصفات في الفئات الشبانيه، وراودتني هذه الفكره بعد الكبر تعرف باش نبقاو دائما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدومين. راودتني هذه الفكره الحمد لله، درنا الفاف 1 فاف 2 ورانا في الكاف دي ان شاء الله بربي، بالتوفيق ان شاء الله بربي. نظمت دار والثقافة الشهيد قنفود الحملاوي بولاية المسيلة معرضا للفن التشكيلي للفنانين رجم عبد الغاني ومنذر تروني. المعرض يدخل في إطار البرنامج الثقافي والفني لسنة 2024، وذلك بالبهوية الرئيسي لدار الثقافة، هذا بحضور نخبة من الفنانين ومحبي فن الريشة الذهبية. التغطية للعويجي جلول. إطار البرنامج الثقافي والفني لدار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي لولاية المسيلة لسنة 2024، ولا سيما في مجال الفنون التشكيلية وقصد تفعيل الحركة التشكيلية الولائية، تنظم اليوم دار الثقافة معرض شخصي لفنانين تشكيليين اللي هما الفنان منذر تروني وكذا الفنان رجم عبد الغاني. هذا المعرض اللي حضروا العديد من أهل الثقافة والفن بالولاية ومحبي الفن التشكيلي بالولاية. هذا المعرض اللي يحتوي على حوالي 35 لوحة فنية تشكيلية من مختلف المدارس الفنية وتقنياتها المعروفة. شاركنا في عدة لوحات في المعرض الثنائي رجم تروني منذر ورجم عبد الغاني. شاركنا بعدة لوحات لتناول مواضيع إنسانية وثقافية واجتماعية، تنشر رسالة الفنية والتشكيلية للمجتمع المدني إن شاء الله. وكان عندنا عدة لوحات تتناول صيغات كثيرة وتقنيات تشكيلية في المجال الفن التشكيلي. الهدف من هذا المعرض الثنائي أنه نحيو ذاك الحاجز اللي ما بين الفنان التشكيلي والجمهور، نوصلوا رسائل من خلال اللوحات، نوثقوا أشياء نعيشوها في الواقع ولا أشياء من تراثنا ولا باش تدوم وباش تقعد اكثر في عين المشاهد او في عين المتفرج. المشاركه كانت بعده لوحات عبرت فيها كما يحلو لي، وان شاء الله يشوفوا المتفرج ويعجب ان شاء الله. نظمت دار وثقافة مالك حداد بقسنطين أمسية شعرية بفضاء السويقة في إطار تظاهرة أماسي المدينة قسنطينة والهوى قصائد والهوى. تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية بلير تارق. إذن قسنطينة دوما وستظل أبدا وفية لحسها الثقافي، حسها الأدبي عن طريق أمسية راقية التي شهدنا منذ قليل والتي جمعت نخبة وثلة من شعراء قسنطينة المبدعين. نحن نحس بأنفسنا كأدباء أولا كقاطنين لهذه المدينة الساحرة حينما تجمعنا أمسية طيبة كهذه، كي نقول عن قسنطينة في قسنطينة ولقسنطينة ما نشعر به تجاه هذه المدينة الساحرة. بالنسبة إلي أعتبره هروبا من الواقع. نحن نحتضن المدينة القديمة وكأننا نعيش العصور الماضية منذ قبل العهد العثماني إلى يومنا هذا. قسنطينة مدينة التاريخ، مدينة الحضارة، مدينة العلم، مدينة الأخلاق ومدينة الإبداع. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى طي أوراق نشرتنا لنهار اليوم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة.